طيب ناخد التليفون مدام سمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. معلش انا ممكن اشيك على حاجة؟ اتفضلي. معلش انا امي متوفية يوم 26/7، الله يرحمه. في اليوم اللي احنا فيه المستشفى انا كنت محمياها، ما كانش فيها اي حاجة، بس كانت تعبانة، يعني هي كانت قاعدة في السرير ما كانتش بتتحرك، انا اللي كنت بعمل كل حاجة معاها. فلما نقلتها المستشفى، لما شلتها وحميتها نزلها على السرير، فبدأ نفسها يروح، فأخدتها ونقلتها الرعاية، فاتحطت على التنفس الصناعي 4 أيام. بس للأسف أنا عمالة ألوم نفسي، ليه؟ أقول يا إني ما كنت شلتها ولا حميتها، طب وهو ده ايه علاقته يعني مش عارفة. أنا الشيطان يعني بستغرب كتير، بس يعني عارفه حاجه كده عملت ايه، انت لما شفتها فصلحتها، مش بصي صورتها في الرعايه، مش قادره انساها، ولا عمرك وهي هتنسيه، هما ما بيتنسوش عمرهم. مش قادره، يعني عارفه حاسه انا عماله اجلد روحي واقول لو ما كنتش شلتها كنت هتبقى موجوده. حرام عليكي، مفيش حاجة اسمها كده، ده عمرها. لو ما كنتيش حمتيها كان هيجي عمرها وكانت هتتوفى في اللحظة دي، لو ما كنتيش شلتيها برضو كان عمرها في اللحظة دي، ملوش أي علاقة. قعدت في الرعاية من يوم الجمعة ليوم الأربعاء، توفت الأربعاء بس والله العظيم يعني أنا ما أثرتش فيها كل حاجة، يعني ما أثرتش في حاجة، بس أنا تعبانة بقول يا ريتني ما كنتش شفتها، لو ما كنتش شفتها كده تبقى موجودة معانا. طيب سؤالك التاني ايه يا سامر؟ عندك سؤال تاني؟ أنساها، عارفة مش قادرة تروح من خيالي، يعني صورتها وهي في الرعاية، لا مش قادرة، أنا تعبانة جدا. ربنا يصبرك يا رب، ربنا يصبرك ويرحمها. طيب حاضر، تابعينا يا سامر. ناس كتير قوي بتتخيل انها ممكن تكون سبب من الاسباب وفاة حد يكون قريب منها عن طريق اي حاجة بقى، انه اثر في علاج، اثر في انه ياخدها يوديها مستشفى، او يحصل زي ما سمر بتحكي كده، ولكن احنا بنقول الامر بيد ربنا هو سبحانه انا وتعالى. شايف ان ده بيبقى مدخل للشيطان، علشان يعني بيشغلها عن الواجب. وايه الواجب اللي عليها دلوقتي، او الافضل اللي تعمله؟ مثلا هو الدعاء، الصدقة، قراءة القرآن وهبة الثواب، وما تقعدش تلوم نفسها لان قدر الله سيكون. صحيح، مفيش ابدا حد يقدر يعني يسارع في موت حد ابدا، كلها اقدار يعني كتبها الله سبحانه وتعالى. فانا شايف ان حضرتك هتقعدي تجلدي في نفسك جلد الذات، ده صعب قوي، هيسبب لك تعب نفسي، وهتنشغلي عن دعاء ليها. لا، انشغلي بالدعاء وانشغلي بالصدقه، وانت ما تسببتيش في حاجه، لان هو كل انسان زي ما قلت حضرتك كده ليه عمره، ليه لحظه معينه. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. سيدنا عبد الله بن عباس يقول نعد عليهم انفاسهم في الدنيا. يبقى الانسان ليه كام مليون نفس؟ عند النفس المليون وكذا مستحيل ياخد نفس زائد، خلاص لقمة معينة بياخدها من شربة ماء، كل ده مقدر مكتوب، فالإنسان ما يلومش نفسه على مثل هذه الأشياء. نعم.